أهلا بكم. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق ورئيس لجنة تفكيك نظام 30 يونيو محمد الفكي سليمان أن اللجنة في مرحلتها الثانية ستعمل تحت سقف حكومة مدنية أكثر قوة ومتانة. وقال الفكي لدى كلمته في مؤتمر خارطة الطريق تجديد تفكيك نظام 30 يونيو اليوم بقاعة صداقة إننا لن نكون جزءا من اللجنة، ولكن سنملكهم كافة المعلومات والمستندات ولن يواجهوا معاناة كما كان في السابق. وذكر الفكي أن لجنة إزالة التمكين كانت الأسرع إيقاعا خلال الفترة الماضية، وجدت دعما واسعا من قوى الثورة المدنية، مشيرا أن المؤتمر سيتناول أوراق علمية تشمل الإخفاقات والقصور التي واجهت اللجنة في السابق وإمكانية تطويرها لتؤدي مهامها بشكل أفضل. من جانبها قالت زحل الأمين رئيسة الجلسة الأولى للمؤتمر أن التحول الديمقراطي ضرورة تقتضيها أهداف ثورة ديسمبر، ولا بد أن يتحقق من خلالها مدنية الدولة. الجدير ذكره أن الجلسة الأولى لمؤتمر خارطة الطريق تجديد عمل تفكيك نظام 30 يونيو جاءت بحضور القوى السياسية الموقعة للاتفاق الإطاري وسفراء بريطانيا وأمريكا والمبعوث الخاص فولكر وممثل الإيجاد. ظلت دائما صباغه ومتقدمه على غيرها من مؤسسات الدوله لطبيعه تكوينها الثوري. اللجنه حقيقه وجدت التفاف كبير جدا من السودانيين منذ اليوم الاول، وده كان الداعم بالنسبه لها رغم الظروف الصعبه جدا اللي كانت بتعمل فيها، سواء كان ضعف الدعم المادي، ضعف دعمها بالكوادر المختلفه، والاسناد الشعبي ده برضه وفر لها يعني جزء كبير من الكادر الثوري. نعم فعلا كان ما بالدربة المطلوبة، ما بالمعرفة العالية، لكن كان مسلح بالروح الثورة وهي كانت مطلوبة. وبعد ذلك بدينا نعمل على تدريبهم ووجدنا عون كبير جدا من مؤسسات مختلفة، ولاحقا دخل في هذا التدريب وهذا الدعم الفني مؤسسة والأمم المتحدة عبر بعثتها في السودان اليونوتامس، اللي هي بدينا ورشة عن الفحص المؤسسي، وده كان تدريب متقدم جدا، وكان في عديد جدا من الورش المزمع انعقادها. أكد رئيس البحث الأممية لدعم الانتقال في السودان يونيتامس فولكر بيرث بأن العسكريين والمدنيين سيلتزمون بما اتفقوا عليه، وقال في مؤتمر صحفي إن السودانيون والسودانيات يريدون حلا سياسيا يكون نهاية للأزمة السياسية التي دامت لأكثر من عام. وانطلقت أمس الأحد المرحلة الأخيرة من العملية السياسية المعنية بمناقشة القضايا العالقة في الاتفاق الإطاري وسط مشاركة إقليمية ودولية واسعة. وشدد فولكر على أن الاتفاق الإطاري سيتم فيه مناقشة بعض التفاسير حول المواضيع الشائكة، وطالب رئيس البحث العسكريين بضرورة الالتزام بما وعدوا به والعودة للانتقال نحو التحول الديمقراطي المنشود. وقع قادة الجيش ونحو 50 من القوى المدنية في 5 ديسمبر الماضي اتفاقا إطاريا يمهد لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد. كشفت مجموعة المجلس المركزي بتحالف قوى الحرية والتغيير عن محاولات لإقناع القوى الرافضة للاتفاق الإطاري بالانضمام للعملية السياسية الجارية في السودان. وقالت القيادية بالتحالف عبد الكرار إن المشاورات تشمل حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وجيش تحرير السودان بقيادة مني أركم الناوي، فضلا عن محاولات لضم حزب البحث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي من أجل العملية السياسية. وأكدت كرار أن التوافق بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري من أجل انضمام تلك القوى على الرغم من تمسكها بالرفض. وأوضحت القيادية بتحالف قوى الحرية والتغيير أن المرحلة النهائية من العملية السياسية قد تم تدشينها عمليا، وسيعقب الافتتاح مناقشة ملف قضايا تفكيك التمكين على مدى 3 أيام، وتوقعت استمرار مناقشة القضايا الخلافية الخمسة. ولم تستبعد كرار التوصل لبروتوكولات تفصيلية من أجل هذه القضايا وتحديد جداول إنفاذها سواء عبر خطة زمنية أو جداول تنفيذية. ولفتت إلى أن الملف الاقتصادي وملف الانتخابات من الملفات الرئيسية وقد تتم مناقشتها عقب ذلك. وذكرت أن الاتفاق النهائي سيقود لتشكيل الحكومة الانتقالية.
في أول تصريح له قال القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي خالد عمر: كلفتني الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري بمهمة الناطق الرسمي للعملية السياسية، عليه سأعمل خلال الفترة القادمة للتواصل الفعال مع الرأي العام لتمليكه تطورات العملية السياسية بصورة مستمرة. وكانت أطراف العملية السياسية قد حددت خالد سلك ناطقا رسميا خلال المؤتمر الذي عقدته لإعلان المرحلة النهائية للعملية السياسية، وعليه سيتولى مهمة تمليك الرأي وتطورات العملية ومستجداتها عبر القنوات المعتمدة لها وعبر الوسائط الإعلامية المختلفة. قال الأمين السياسي للحزب الاتحادي الأصل تيار الحسن المرغني إن سقف العملية السياسية عملي وليس سقف زمني، وأكد أنهم حريصون أن تنتهي العملية السياسية في فترة أقصاها أو في مدة أقصاها شهر من انطلاقها. وقال المرغني في تصريح صحفي أن من الطبيعي أن تكون هناك أطراف معارضة في العمل السياسي، وأضاف: لكن ظروفنا في السودان لا تتحمل أي نوع من المعارضة. وطالب المعارضة بتقديم البديل الآخر وليس انتقاد العملية السياسية الحالية، وتابع: إذا كان لديهم بديل آخر فليقدموه. أكدت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين أن انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية في السودان يعد تطورا مهما وإيجابيا، وأعربت القاهرة عن ثقتها في قدرة الأطراف السودانية على الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وشامل ينهي الفترة الانتقالية ويحقق طموحات الشعب السوداني. ودعت جمهورية مصر العربية كافة الأطراف الإقليمية والدولية لاستئناف مساعداتها التنموية والاقتصادية للسودان، الأمر الذي من شأنه أن يساعد دولة السودان على التعامل مع التحديات الاقتصادية وينعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطن السوداني ويسهم في تحقيق التوافق السياسي الشامل في البلاد. جدد القيادي بحزب البحث العربي الاشتراكي وجدي صالح موقف حزبه الرافض للعملية السياسية، وقال إن حزبهم لن يشارك في حكومة التسوية السياسية المرتقبة، وأنهم سيستمرون في النضال السلمي بكل وسائله وصولا للإضراب العام والعصيان المدني الشامل. ودون صالح على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما يلي: لن نشارك في أي سلطة بخلاف سلطة الشعب، ولن نشر عن الانقلاب أو لن نشارك الانقلاب، بل نعمل مع بنات وأبناء شعبنا على بناء جبهة شعبية واسعة لإسقاطه. وأضاف: نواصل في نضالنا السلمي وبكل وسائله وصولا للإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل حتى إسقاط الانقلاب. توجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى العاصمة الكينية نيروبي، وبحسب إعلام مجلس السيادة يأتي ذلك في زيارة رسمية بدعوة من نائب رئيس جمهورية كينيا ريغاثي غاشوا، حيث سيبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف، كما سيناقش قضايا السلم والأمن في الإقليم في ظل رئاسة السودان لمنظمة الإيجاد. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر وكري حجر أن السلام هو مهر النضال والتضحيات التي قدمها الشعب عبر تاريخه الطويل لتحقيق الحرية والعدالة والتنمية المتوازنة بالبلاد. وشدد خلال مخاطبته قوات تجمع قوى تحرير السودان بمركز ارتكاز مليط اليوم بالالتزام والانضباط في أوقات الحرب والسلام رغم العثرات والصعوبات التي واجهت القيادات العسكرية والسياسية منذ توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، وثمن انضباط ومساعدة مواطني مليط للجنة أمن المحلية تحقيقا للأمن والاستقرار. وفيما يتصل بالترتيبات الأمنية أكد ارتباطها بدمج قوات الكفاح المسلح الموجودة حاليا داخل المنظومات العسكرية من أجل تكوين جيش مهني موحد لا علاقة له بالقبلية والمناطقية أو الأشخاص بهدف حماية دستور البلاد ومواطنيها. وجدد عضو مجلس السيادة تمسكه باتفاق جوبا لسلام السودان موضحا أن سلاح قوات تجمع قوى تحرير السودان لن يوجه للحرب أو للدولة السودانية. فاصل ومن ثم نواصل الحصاد الإخباري من قناة البلد.
وفي أخبار الولايات السودانية، حدد مجلس عمداء جامعة الجزيرة في اجتماعه برئاسة الدكتور التجاني النور نائب مدير الجامعة 10 يناير لبداية تسجيل طلاب كل الدفعات على أن تبدأ الدراسة منتصف يناير الجاري. من جهته أشار الدكتور ياسر هلال الهاشمي وكيل الجامعة للإجراءات المتبعة في تسجيل الطلاب والتي ساعدت في توفير الوقت والجهد للطلاب وأسرهم، فيما لفت الدكتور ربيع أسد عامل شؤون الطلاب لضرورة استخراج البطاقات لجميع الطلاب وتكوين روابط الكليات والأسر. إلى ذلك أكد الدكتور نزار عبدو أمين الشؤون العلمية أن موقف تسجيل الطلاب يسير بصورة ممتازة في بداية التسجيل، مؤكدا أن الدراسة ستبدأ منتصف الشهر الجاري حسب التقويم المجاز من مجلس الأساتذة. بحضور وزير الصحة بولاية سنار وشركاء الصحة من منظمات الصحة العالمية واليونيسيف، شاركت وزارة الصحة المكلف الدكتور وليد مصطفى الحملة التي تستهدف تطعيم أكثر من 164,000 طفل بالولاية، حاثا الأسر على الحرص على تطعيم أطفالهم. إلى ذلك أكد والي سنار العالم النور أن الصحة من أولويات حكومته، وأن الولاية حققت أعلى مستويات في تغطية التحصين على مستوى ولايات البلاد. وقف رئيس منبر البطانة الحر الأستاذ سعيد السيد ميدانيا على أحداث الدموك التي هاجم فيها مجهولون مصنع الذهب وتفقد الأحوال هناك، وقد تحدث العمدة عز الدين عن تفاصيل الحادث، مؤكدا حاجة المنطقة لتماسك الجميع من أجل الحفاظ على أمن وحماية المنطقة. من جانبه أكد الأستاذ سعيد السيد حرصهم في منبر البطانة على حماية المنطقة وإنسانها مما يحاك ضدها، وأكد على محاكمة الجبناء ومطاردات الهاربين الذين لاذوا بالفرار، مؤكدا المضي قدما في تأمين المنطقة من دعاة الفتنة والمتربصين. اختتم نائب حاكم إقليم دارفور الدكتور موسى عيسى الليو زيارته لولايات دارفور بغرب دارفور بعد الوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية. وكان في وداعه اليوم مطار الشهيد الصبير الدولي نائب والي ولاية غرب دارفور تجاني الطاهر كرشوم وسلطان عموم دار مساليت السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين ولجنة أمن الولاية والفعاليات الرسمية والشعبية. أوصف نائب الوالي ولاية غرب دارفور الأستاذ تجاني الطاهر كرشوم بتصريح الصحفي أن زيارة نائب الحاكم وصفها بالناجحة وحققت مكاسب مثمرة للولاية، من بينها مناقشة المشروعات التنموية والمساهمة في إكمال مشروع هدام وادي كجة ومستشفى الجنين التخصصي، بالإضافة لتنفيذ مشروعات السدود بشمال الولاية. نفذت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية الجزيرة صباح اليوم حملة إبادة استهدفت 105 طنا من البضائع منتهية الصلاحية بأحكام قضائية. وأعلن المهندس عادل محمد أحمد الطاهر مدير المواصفات والمقاييس بالولاية في تصريح صحفي أن الإبادة شملت أكثر من 53 طنا بذرة زهرة الشمس غير مطابقة للمواصفات بقرار من المحكمة، و35 طنا من العصائر منتهية الصلاحية، إضافة لعشرة أطنان من السلع المختلفة وخمور مستوردة. وأشار مدير المواصفات إلى أن ضبط هذه السلع جسد شعار مواصفات الجزيرة خطوات لا تعرف التعب، داعيا الشركات وأصحاب الأعمال للمبادرة بالتبليغ عن المواد منتهية الصلاحية لحماية المستهلك. بحث وزير الري والموارد المائية المكلف المهندس ضوء البيض عبد الرحمن منصور بمكتبه اليوم مع والي ولاية البحر الأحمر علي أدروب مشكلة مياه بور السودان والحلول الإسعافية العاجلة والحل الجذري لتوصيل مياه الشرب من النيل للولاية، وذلك بحضور مدير عام وحدة السدود محمد نور الدين ومدير وحدة مياه الشرب والصرف الصحي هشام الأمير. وقال وزير الري أن الاجتماع جاء في إطار الجهود المثمرة لحل مشكلة مياه بور السودان، وأكد أهمية تأهيل الشبكة الداخلية للمدينة كأولوية قصوى. وكشف عن دراسة أعدتها الوزارة في هذا الشأن مبينا أن الدراسات رفع اتحاد. اسمع أنه أنت عندك ميدالية ذهبية وميدالية فضية صحيح. ومشاركات دولية. والله في ناس عندهم أكثر من أنا عندي ده. في ناس سووا أكثر، في ناس عبروا كثير، في ناس يعني وصلت أحزمة كبيرة في الجوجيتسو مثلا، في ناس يعني في البوكسينج مشت
مراحل عالية يعني. أنا بجد أعتبر صغير بالنسبة لهم، برضو بلاقين تهميش عالي جدا. وفي ناس اضطرت إنها شنو إنها تلعب بأسامي اتحادات أخرى، ده طبعا أسوأ نقطة ممكن يتعرض لها الرياضي، إنه يكون مجبر إنه يغير من جنسيته أو يغير من العلم اللي هو بيرفع ويلعب بعلم بلد صحيح. آخر. نعم، أمنياتنا لك بالتوفيق يا عبد الرحمن، وسنتر طالب إنه بعد الحياة الجميلة اللي أنت ذكرت علينا دي يكون في استعراض كده خاص في الشارع لتزعى طويل الحايمين دي. ده كلام سنتر طبعا. إن شاء الله إن شاء الله. موفق إن شاء الله. شكرا لك. أنا شايف ما بقدر عليهم. شكرا جزيلا، موفق إن شاء الله يا رب. الله يسلمكم إن شاء الله، شكرا على استضافتكم الجميلة إن شاء الله، ونشوفكم في المرات القادمة على خير. بعت للجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء. كما أشار الوزير إلى أهمية تأهيل الآبار والخطوط الناقلة للمياه من خور أربعات وإنشاء محطات تحلية جديدة. وشدد الوزير على أهمية التعاون بين الجهات ذات الصلة للشروع في الحل الجذري بتوصيل المياه من النيل. قررت ولاية الخرطوم نقل موقف الوساطة السفرية من السوق الشعبي أم درمان إلى موقف السلام غرب سوق ليبيا لفك الزحام، وذلك اعتبارا من 21 من يناير الجاري، وتحويل سوق المواشي من سوق السلام إلى موقع بديل ضمن خطط الولاية لتنظيم المواقف. وأعلن مستور أحمد عبد الماجد المدير التنفيذي لمحلية مبدة خلال التنوير الإعلامي اليوم بأمانة حكومة ولاية الخرطوم افتتاح جملة من المشروعات الخدمية بمحليته غدا الثلاثاء على يد والي الولاية. وقال عبد الماجد إن إيرادات المحلية للعام الماضي بلغت 1,890,707,000,000، فيما بلغ الصرف على التنمية 1,329,000,000 جنيه. أكملت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض ومؤسسة البصرة الخيرية العالمية الاستعدادات لانطلاق مخيم العيون بمستشفى الشرطة بربك يوم غد الثلاثاء الموافق 10 يناير الجاري، ويستمر حتى 16 منه بدعم وتمويل من جمعية العون المباشر. ويستهدف المخيم الكشف عن 4,000 مريضا وإجراءات 400 عملية وتوزيع أكثر من 1,200 نظارة طبية. وقال الدكتور عز الدين حسين علوان وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بالولاية في تصريح صحفي أن الوزارة أكملت ترتيباتها لقيام مخيم العيون من حيث إعداد المكان وإعداد خطة محكمة لإنجاح المخيم. وأشار إلى أن إجراءات التسجيل مستمرة بمستشفى ربك، وأن الولاية تحتاج فعليا لهذا المخيم. فاصل ومن ثم إلى الأخبار الرياضية. تفقدت الأستاذة هزار عبد الرسول وزيرة الشباب والرياضة استاد مدينة الشندي ذلك صباح اليوم الاثنين، وكان في استقبالها رئيس الاتحاد المحلي لمدينة شندي التجاني الجلال وأعضاء الاتحاد. وقدم رئيس الاتحاد تنويرا كاملا للوفد الاتحادي عن إعادة تأهيل الملعب والدور الكبير لمنظومة الصناعات الدفاعية وقيادة الفرقة في ذلك. بدورها ثمنت الوزيرة هزار جهود الاتحاد المحلي في إعادة تأهيل البنية التحتية، مضيفة أن خطة الوزارة للعام 2023 ستخصص للبنيات التحتية بالبلاد، وطالبت أن يضع الجميع أن تكون المواصفات وفقا بمطلوبات المنظومات الدولية في كرة القدم، حتى يتثنى للمنتخبات والأندية بتعدد الخيارات واللعب داخل الوطن في المنافسات الدولية والإقليمية. وبالفرقة الثالثة شندي نظم مهرجانا رياضيا كبيرا اشتمل على عدد من الفقرات، بدأت بطابور العرض بمشاركة فرق الشباب والناشئين ومدرسة الدفاع والتي قدم منسوبيها تمارين منوعة في الاستلام والتمرين ومهارات التحكم. وقيمت فقرة ترفيهية تضمنت ركلات الجزاء شارك فيها ضيوف الشرف وقادة الفرقة والوفد الاتحادي المرافق لوزيرة الشباب بقيادة الدكتور آدم كبير مدير صندوق دعم الأنشطة والمستشار الوزاري محمد الصادق. في كلمته قدم اللواء ركن حمدان عبد القادر قائد الفرقة شكره للوفد، وأكد أن الرياضة جزء أصيل من برامج الفرقة، مضيفا أن الرياضة أضحت علما فكانت الرؤية في تبني مدرسة الدفاع، مؤكدا مواصلته للدعم المشاريع الوطنية خاصة الرياضة. أكدت مصادر هلالية نجاح نادي الهلال في إكمال صفقة متوسط ميدان المنتخب الوطني للشباب والشرطة القضاري في سليمان عز الله.
قبل قليل بعد أن تسلم ناديه الشريك الخاص بالصفقة نهار اليوم. يذكر أن مدرب الكونغولي فلوران إيبينجي هو من طالب بتسجيل اللاعب بعد مشاهدته له ببطولة سيكافا للشباب التي استضافها السودان مؤخرا. يستأنف فريق كرة القدم بنادي المريخ تحضيراته اليوم استعدادا لمباراته أمام حي الوادي نيال الأربعاء المقبل في آخر مباريات الفريق المؤجلة من القسم الثاني للنصف الأول من الموسم. وخاض الأحمر ماراثون مباريات بمعدل مباراة كل 72 ساعة سيختتمها بذات الأسلوب، وسيؤدي مباراته بعد غد أمام الوادي نيالا كذلك بعد مباراة الزوم التي جرت أمس. وضمن المريخ المركز الثاني بعد أن كان مهدد وبشدة بإنهاء النصف الأول في المركز الثالث، وحقق الفريق انتصارات متكررة قادته لإزاحة السوكرتا والظفر بالمركز الثاني في انتظار النصف الثاني من الموسم ليبدأ سباق البحث عن اللقب. أعلن الجناح الويلزي جاريث بيل اعتزاله اللعب على صعيدي الأندية والمنتخب الوطني واضعا حدا لمسيرة مظفرة في كرة القدم. وقال بيل على حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي: بعد دراسة متأنية ومدروسة أعلن اعتزالي الفوري من النادي وكرة القدم الدولية. وأضاف: أشعر أنني محظوظ للغاية لأنني حققت حلمي في ممارسة الرياضة التي أحبها، لقد منحتني حقا بعضا من أفضل اللحظات في حياتي على المستويات أو على مدار 17 موسما، وسيكون من المستحيل تكرارها بغض النظر عما يخبئه لي الفصل التالي. وقال بيل وقاد بيل منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة أوروبا مرتين في عامي 2016 وذلك للمرة الأولى في تاريخه، وبلغ معه نصف النهائي ثم العام 2001 وإلى نهائي مونديال قطر للمرة الأولى منذ العام 1985، كما أحرز في صفوف ريال مدريد الإسباني دور أبطال أوروبا 5 مرات خلال 9 سنوات أمضاها معه. أشاد الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال الجديد بمسيرة كريستيانو رونالدو مؤكدا أنه يضعه في خططه المستقبلية. وقال مارتينيز أنه لن يحكم على اللاعبين من مكتبه، مشيرا إلى ضرورة مشاهدة ما سيقدمونه في أرض الملعب، موضحا أن رونالدو يملك مسيرة طويلة مع المنتخب البرتغالي. وتم تعيين مارتينيز مدربا لمنتخب البرتغال اليوم الاثنين ليخلف فرناندو سانتوس الذي أقيل بعد خروجه من ربع نهائي كأس العالم بقطر. وأضاف مارتينيز: من الضروري التعرف على جميع اللاعبين وكريستيانو رونالدو واحدا منهم، وتابع: أشعر بفخر كبير بأن أكون هنا وأن أمثل المنتخب الذي يملك عددا كبيرا من المواهب، والأهم هو أن نصنع منتخبا تنافسيا وحديثا. أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الاثنين عن خطة معسكر الشتوي الذي سيقام بين قطر والسعودية. وذكر باريس سان جيرمان أن معسكره سيكون بين الدوحة والرياض في 18 و19 من شهر يناير الحالي. وأشار باريس سان جيرمان إلى أنه سيسافر إلى الدوحة في 17 ثم الرياض في 18 من ذات الشهر. وأكد بطل الدوري الفرنسي أنه سيخوض مباراة ودية أمام نجوم الهلال والنصر والتي ستقام في استاد الملك فهد في الرياض في 19 من شهر يناير. أخيرا، توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى انخفاضا تدريجيا في معظم أنحاء البلاد. وأضافت الهيئة أن أعلى درجة حرارة متوقعة لليوم هي 35 درجة مئوية في كل من القضارف، أبو نعامة، الدمازين، وأدنى درجة حرارة متوقعة لصباح الغد هي 7 في مدينة الفاشر. وأشارت الهيئة لنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال وأواسط وغرب البلاد، وأبانت أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولاية البحر الأحمر.